بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم طلبة الصف الخامس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ كورس تأسيس لسنة خمسة بإذن الله. قبل ما تخش في مناهج سنة خمسة لازم نراجع أهم النقاط اللي احنا درسناها في سنة رابعة، اللي هي ايه؟ عندي الكسور وفي التقطيب، دول درسين مهمين جدا خدناهم في سنة رابعة وهنكمل عليهم شغل في سنة خمسة إن شاء الله. إن شاء الله هنراجع درس الكسور هناخده في فيديو لوحده، والتقريب إن شاء الله هنعمل فيه فيديوهين. الفيديو الأولاني هيبقى على التقريب لأقرب 10 و100 و1000، الجزء الثاني هيبقى للتقريب لأقرب وحدة وأقرب جزء من 10. دي اهم الحاجات اللي احنا درسناها في سنه خمسة وفي سنه رابعة واللي محتاجينها في منهج سنه خمسة ان شاء الله. باذن الله هنبتدي دلوقتي الفيديو الاولاني اللي هو مراجعه على الكسور. لو جينا على الكسور اول حاجه لازم مراجعه على الكسور، لازم نعرف يعني ايه كلمه كسر. الكسر ليه كذا تعريف. التعريف الاولاني يقول لي هو جزء من الوحدة. يعني ايه جزء من الوحدة؟ لو انا عندي حاجة واحدة، مثلا لو عندي دايرة او مثلا حاجة زي رغيف العيش كده، وجينا قسمناها كده جزئين، لو خدنا منها جزء كده يبقى اصبح ان الجزء ده بيمثل قد ايه من الدايرة او بيقسم قد ايه من رغيف العيش. لو لقيت الشكل بتاعي اتقسم لجزئين فبنحط شرطة كسر كده، وبنحط تحت المقام عدد أجزاء الوحدة. عدد أجزاء الوحدة هنا 2، هحط هنا 2. خدنا منهم كام جزء؟ خدنا جزء واحد، يبقى هحطه فوق. يبقى هنا الشكل بتاعي هنا بيمثله الكسر نص. وممكن نقول لو أنا خدت شكل تاني قسمته لتلات أجزاء وخدنا منه جزئين، يبقى لما نيجي نعبر عنه بصورة كسر بحط عدد أجزاء الوحدة تحت في المقام اللي هي التلاتة، وهنا في عندي جزئين يبقى هنا 2 على 3، يبقى الكسر بتاعي 3/3. يبقى التعريف الأولاني إن الكسر عبارة عن جزء من الوحدة زي النص زي التلتين. في تعريف تاني بيقول لي هو جزء من الكل. جزء من الكل يعني ايه جزء من الكل؟ يعني مثلا لو انا عندي 5 دوائر كده، مش حاجة واحدة، بقى عندي 5 وجيت ظللت منهم 2 او خدت منهم 2، يبقى انا خدت كام؟ 2 من 5. برضو بحط عدد الاجمالي كله تحت في المقام، يعني لما اشوف عدد الاجزاء كلها او عدد الوحدات كلها عندي كام؟ عندي 5 اجزاء بحطها تحت. خدت منهم كام جزء؟ خدت 2، يبقى احطها فوق في البسط. يبقى هنا الكسر بتاعي اللي بيمثله هنا 2 على 5، يبقى انا خدت جزء من الكل. يعني كلهم كانوا 5 خدت منهم 2، يبقى بيمثل لي 2 على 5. يبقى ده تعريف الكسر. قلنا في تعريفين، الكسر هو جزء من الوحدة او جزء من الكل. كده احنا تعرفنا على اول تعريف بالنسبة لي اللي هو معنى الكسر. في برضو مفهوم تاني اللي هو العدد الكسري. يعني ايه عدد كسري؟ هو يتكون من عدد صحيح وكسر، زي مثلا 2.5 مثلا. الاتنين ده عدد ايه؟ صحيح، والنص ده ايه؟ كسر. لما نيجي نقرا على بعض نقول ايه؟ 2.5 2.5. يعني لو انا مثلا حبيت امثلها بالشكل، لو انا عندي رغيفين مثلا كده صحيح، وعندي مثلا رغيف تاني خدت نصه، يبقى خدت رغيفين كاملين اهم ونص، يبقى اللي بيمثلهم لي هنا ده عدد صحيح اهم، 2 صحيح اللي هما 2، وهنا ده الكسر عباره عن ايه؟ نص. فالعدد الكسر بتاعي 2.5، يبقى
فرق ما بين الكسر والعدد الكسري ان العدد الكسري فيه عدد صحيح وكسر عادي. ندخل في مفهوم تاني، حاجة اسمها الصورة الكسرية. عايزك تفرق ما بين الصورة الكسرية والكسر عشان هما شبه بعض شوية. الصورة الكسرية هي عدد كسري، الصورة الكسرية هي عدد كسري وضعت في صورة كسر. وضعت في صورة ايه؟ كسر. يبقى الصورة الكسرية هي عدد كسري وضعت في صورة كسر. زي ايه؟ احنا خدنا العدد الكسري الاتنين ونص. الاتنين ونص ده عدد كسري، ممكن احطه في صورة كسر. يعني مثلا لو رجعنا للشكل بتاعي هنا، ادي عندي وحدتين كاملين اهم، وادي نص. لو احنا قلنا كل واحدة متقسمة نصين، يبقى عدد الانصاص كام؟ هنا اتنين نصين وهنا نصين، يبقى اربعة، ونص كمان يبقى خمس تنصص. يبقى دي عبارة عن خمسة تنصص، يعني خمسة على ايه؟ على الاتنين. يبقى اصبح ان هنا عندي العدد الكسري اللي هو اتنين ونص حطيناه في صورة كسر اللي هو يتكون من بسط ومقام بس. يبقى الصورة الكسرية هي اصلا في الاصل عدد ايه؟ كسري. حطيناه في صورة ايه؟ كسر. عشان كده بسميها صورة كسرية وليست ايه؟ كسر. طب انا عايزك تفرق لي ما بين الصورة الكسرية والكسر. يعني مثلا لو قلت لك اتنين على التلاتة ده كسر ولا صورة كسرية؟ هتقول لي كسر. طب لو قلت لك تلاتة على اتنين، هيبقى ده اسمه صورة كسرية. طب لاحظت الفرق ما بين الاتنين؟ الكسر هتلاقي البسط أصغر من مقام، إن هو جزء من الوحدة. الكسر هيبقى البسط أصغر من المقام، إنما الصورة الكسرية هتلاقي البسط أكبر من المقام. يبقى تاني، الكسر هتلاقي البسط أصغر من المقام، إنما الصورة الكسرية هتلاقي البسط أكبر من المقام. يبقى ده الفرق ما بين الكسر ودي الصورة الكسرية. يبقى أنا خدنا لغاية دلوقتي تعريف، عندنا تعريف الكسر والعدد الكسري والصورة الكسرية. دلوقتي هنخش في مفهوم جديد اللي هو العدد العشري، الكسر العشري والعدد العشري. العدد العشري تعريفه هو كسر عادي، يعني هو في الأصل كسر ايه؟ عادي. بس ايه الفرق ما بين العدد العشري وكسر العشري؟ ان الكسر العشري مقامه، هو كسر عادي مقامه عشرة او مية او الف وهكذا. يعني الكسر العشري هو في الاصل كسر ايه؟ عادي، بس المقام بتاعه كام؟ يا عشرة يا مية يا الف يا عشرة تلاف وهكذا. هنشوف امثلة. يعني مثلا لو قال لي تلاتة على عشرة، ده كده كسر ايه؟ كده كسر عادي، بس المقام بتاعه كام؟ عشرة. فممكن احطه في صورة عشرية، يعني اقول ده تلاتة على عشرة، يعني تلاتة احط التلاتة اللي هو البسط كده، في المقام تحت عشرة، يبقى احط علامة عشرية بعد اول رقم واحط صفر في المكان الصحيح. لما نيجي نقرا نقول ايه؟ تلاتة من عشرة. طيب لو خدنا مثلا حاجة زي كده، خمسة وتلاتين على مية، ده كسر ايه؟ عادي، بس المقام بتاعه ايه؟ مية. ممكن احطه في صورة عشرية، فبنزل البسط زي ما هو خمسة وتلاتين، وبقول في المقام في مية، يبقى العلامة تنزل بعد رقمين، يعني في صفرين، يبقى العلامة تنزل بعد رقمين، علامة عشرية. ادي واحد اتنين، نحط العلامة وبعدين نحط الصفر. يبقى ده لما نيجي نقرا نقول ايه؟ خمسة وتلاتين من مية، خمسة وتلاتين من مية. طب لو عندي حاجة زي كده، 475 على ألف، لما أجي أكتبها بصورة كسر عشري
اكتب البسط زي ما هو، احطه زي ما هو 475، واشوف المقام فيه كام، 1000. يعني العلامة تنزل بعد 3 ارقام، اعد ادي 1 2 3، واحط علامة وصفر. وممكن يبقى في اشكال مختلفة، زي مثلا العدد العشري. العدد العشري بيتكون من عدد صحيح وكسر عشر. زي ايه؟ لو احنا خدنا مثلا 37/10، ده كسر عادي. لما نيجي نحوله لكسر عشري او عدد عشري، هنحط 37 اهو البسط زي ما هو، والمقام فيه كام؟ 10، يبقى العلامة تنزل بعد رقم 1، يبقى احط العلامة بعد رقم 1 اهو، ادي 7، ونزل بعدها الايه؟ العلامة. ملاحظ هنا ان بقى في عدد صحيح، هنا في الكسر العشر، في الكسر العشر ما كانش فيه صحيح، فنقول 3/10، ده اسمه كسر عشر عشان ما فيش صحيح. هنا ده بنسميه عدد عشر، في عدد صحيح وكسر عشر، عدد صحيح وكسر ايه؟ عشر. لما يجي مثلا يقول لي 485/100، يبقى انزل 485، والعلامة تنزل بعد كام رقم؟ احنا قلنا في المقام في 100، يبقى العلامة تنزل بعد رقمين، بنحط العلامة على قد عدد الأصفار. هنا في صفرين، يبقى العلامة بعد رقمين، عد 1 2، طبعا بنعد من اليمين مش بنعد من الشمال. ادي اول رقم، احاد، عشرات، بحط بعدهم الايه؟ العلامة. لما نيجي نقرا نقوله ايه؟ 4.85/100، 4.85/100. يبقى كده احنا رجعنا على ايه؟ نقول تاني بسرعة كده، رجعنا على الكس، قلنا هو جزء من الوحدة او جزء من الكل، ورجعنا على العدد الكسري اللي هو يتكون من عدد صحيح وكسر زي 2.5، ورجعنا على الصورة الكسرية، قلنا هي عدد كسري وضعت في صورة ايه؟ كسر. وعند العدد العشري اللي هو بيبقى مقامه 10 أو 100 أو 1000، وخدنا العدد العشري بيتكون من عدد صحيح وكسر ايه؟ 10. بعد كده هنتعلم ازاي نحول من الكسر العادي، هنحوله لكسر 10 والعكس، من الكسر العشري لكسر ايه؟ عادي. يبقى عندنا دلوقتي التحويل من الكسر العادي الى كسر ايه؟ 10. قبل ما اخش من التحويل من الكسر العادي لكسر 10، في حاجات لازم احفظها وكنا ودنا السنه اللي فاتت، مهمه جدا. لازم اعرف مكونات العشرة والمية والالف، يعني ايه الاعداد اللي ضربها في بعض يديني 10، والاعداد اللي ضربها في بعض يديني 100، والاعداد اللي ضربها في بعض يديني 1000. لازم نحفظ دول. الاتنين في 5 ب10، 2 في 5 ب10، وياريت تبقى معاك ورقة وقلم وتسجل معايا الكلام ده. يبقى أنا 2 في 5 ب10، 4 في 25 ب100، 8 في 125 ب1000. يبقى التلات حاجات دول هستخدمهم ومهمين جدا معايا لما أجي أحول من الكسر العادي إلى كسر إيه؟ 10. وهناخد بعض الأمثلة على التحويل من الكسر العادي لكسر 10. عندي مثلا الكسر 50، 2/5. يبقى أهم حاجة تفتكرها، القاعدة الأساسية عشان أحول من الكسر العادي لكسر 10، لازم أخلي الكسر العادي مقامه يا إما 10 أو 100 أو 1000، يا 10 يا 100 أو 1000. طب الخمسة هنا ممكن نخليها إيه؟ ممكن نخليها 10. أول ما تلاقي 5 نضربها في 2 تبقى 10، يبقى على طول الخمسة ممكن تبقى 10. ضربت في كام؟ ضربتها في 2. زي ما بتضرب المقام في 2، هضرب برضو البسط في 2، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى احط 4 في البسط، بقت 4/10. كده اقدر احولها لصورة عشرية، يعني 4/10 مقام 10، ممكن احط البسط زي ما هو الـ4، وبعدين في المقام 10 يبقى احط علامة عشرية، وبعدين هنا في ايه؟ صفر مكان العدد الصحيح.
ولما نيجي نقرأها نقول ايه؟ 4 من 10. طيب عايز بقى الشطار معايا يقولوا لي دلوقتي 7 على 25، المقام عندي 25، ممكن نحوله لكام؟ طبعا الناس حفظت معايا ان 4 في 25 بكام؟ ب100. يعني 25 دي ممكن اخليها 100 بالضرب في كام؟ بالضرب في 4. صوت زي ما ضربت 25 في 4 هضرب 7 في 4، 7 في 4 بكام؟ ب28. يبقى انا حولت المقام بتاعي من عدد 25 ل100، ضربتها في 4. وزي العملية اللي بتعملها في المقام بتعملها في البسط، ضربت في 4 يبقى اضرب البسط كمان في 4، يبقى 4 في 7 ب28. هنا بقت سهلة خلاص، المقام بتاعي 100 يبقى اقدر احولها لصورة ايه؟ 10. يبقى انزل البسط زي ما هو 28، واقوم جاي حاطط العلامة بعد كام رقم. شطار بقى، ها الناس قالوا لي اه في صفرين، يبقى احط العلامة بعد رقمين. نعد، ادي 1 2 احط علامة وادي الصفر. يبقى دي لما نيجي نقراها نقول 28 من 100. شطار، 28 من 100. تعالى مثال بعد كده، 35 على 50. واحد يقول طب الخمسين دي مش موجودة هنا. الخمسين دي ممكن اخليها ايه؟ ممكن اخليها 10. طب اخليها 10 ازاي؟ احنا عارفين ان في جدول ضرب 10 في 5 ب50، فهنا مش لازم يبقى كلها ضرب، ممكن يبقى فيها قسمة. الخمسين دي عشان اخليها 10 يبقى قسمتها على كام؟ قسمتها على 5. قلنا العملية اللي بتعملها في المقام تعملها في البسط، قسمت المقام على 5 يبقى اقسم برضه البسط على كام؟ على 5. يبقى اقول 35 على 5 هيبقى فيها الايه؟ 7، فاصبحت 7 على 10، يحطها في صورة عشرية تبقى 7 من 10. نشوف المثال اللي بعديه، 28 على 40. ها ممكن نخلي المقام كام؟ برضه ممكن نخليها 10. طب ازاي الـ40 بقت 10؟ اتقسمت على كام؟ شطار، على 4. يبقى 40 على 4 فيها الايه؟ فيها 10. زي ما قسمت المقام على 4 اقسم البسط كمان على 4، يبقى 28 على 4 هيبقى فيها ايه؟ 7، يبقى برضو تطلع 7 من 10. طيب لو جاب لي 9 على 50، واحد يقول طب خلاص الـ50 زي ما خدناها هنا هنقسم على 5 عشان يديني 10. طب جميل، قلنا العملية اللي بعملها في المقام اعملها فين؟ في البسط. لما اجي اقسم بقى البسط على 5 مش هيقبل، 9 ما تقبلش اسم على 5، يبقى ما ينفعش استخدم القسمة، يبقى هنضطر نرجع لايه؟ للضرب. احنا قلنا لما تلاقي في المقام في 5 ضرب في 2، هتقول لي يا مستر طب ما هنا 50 مش 5. لو 50 هنا في 5، سيبك من الصفر دلوقتي، هنا في 5 يبقى اضرب في 2. لما اجي اضرب في 2 هو الـ2 في 5 بكام؟ ب10، والصفر ينزل. بمنتهى البساطة، ما تتعبش نفسك، الصفر اللي هو موجود زيادة نزله هنا، والـ2 في 5 بكام؟ ب10. يبقى زي ما ضربت المقام في 2 يبقى هضرب برضه البسط في كام؟ في 2، يبقى 2 في 9 ب18. بقت أصبحت 18 على كام؟ على 100، يعني 18 من 100. وبكده قدرنا نحول من الكسر العادي إلى كسر إيه؟ 10. وطبعا هناخد تمارين تانية عليها دلوقتي، بس قبل ما أخش في التمارين عايزك تعرف حاجات مهمة جدا في التحويلات هتسهل لي أول التحويل، اللي هي حاجة اسمها الكسور المشهورة. الكسور المشهورة اللي هي الكسور العادية اللي بحولها لكسور عشرية من غير ما نقعد نعمل عملية التحويلات اللي احنا عملناها دي، المفروض تكون حافظها. الكسور المشهورة زي ما انت شايف معايا، اللي هو النص والربع والتلات ارباع والخمس والخمسين والتلات خماس والاربع خماس، وعندك التمن والتلات اتمان والخمس اتمان والسبع اتمان. طيب تعالى واحدة واحدة كده نكتبهم، بس قبل ما نتكلم معاك نكتبهم يا ريت توقف الفيديو شوية وتجيب ورقة وقلم وتكتبهم معايا، عشان لازم تحفظهم كويس جدا عشان هيسهل لي شغل كتير في سنة 5 بيهم.
في حاجات كتير هنستخدمهم، وبالذات في التقريب لما يجي نخش في فيديو التقريب. الكسور المشهورة لازم أكون حافظها كويس جدا، وزي ما قلنا مهمة جدا في سنة خمسة وبالذات في درس التقريب. لما نيجي ناخد النص، النص هيساوي 5/10، ادي 5 علامة وحط صفر، يبقى النص بيساوي 5/10، وياريت تكتب معايا عشان هتحفظهم كويس. الربع 25/100، تلات ارباع 75/100، يبقى عندي النص 5/10، الربع 25/100، تلات ارباع 75/100. تعالي حفظناهم كده، نص 5/10، ربع 25/100، تلات ارباع 75/100. الخمس والخمسين وتلات اخماس والاربع اخماس تحفظهم بسهولة جدا معايا. الخمس 2/10، خمس 2/10، الخمسين 4/10، تلات اخماس 6/10، اربع اخماس 8/10. طبعا في اولاد شطار قدروا يعرفوا الطريقة ان احنا كل مرة بنزود كام، 2/10، يعني هنا ايه، خمس 2/10، خمسين تبقى 4/10، تلات اخماس 6/10، اربع اخماس 8/10. وفي طريقة تانية لما بنيجي نحول، قلنا لو المقام بتاعي فيه 5 يبقى المفروض نضربه في كام؟ في 2. فاكرين قلنا ان الاتنين او الخمس في 2 هيديني 10، صح كده؟ يبقى احنا دلوقتي هنا المقام كله بتاع الكسور دي 5، يبقى هضربها في كام؟ في 2. فلما تلاقي البسط بتاعك 1 اضرب في 2، 1 في 2 بكام؟ ب2، يبقى 2/10. هنا البسط كام؟ 2، اضرب في 2 يبقى 2 في 2 ب4، يبقى 4/10. هنا البسط فيه 3، اضرب 3 في 2 ب6، يبقى 6/10. الاربعة في 2 ب8/10، يبقى كده من غير حفظ احنا كده فهمناه. ممكن تحفظهم بسهولة كل مرة بنزود 2، وممكن بالفهم بتاعي ان انا المفروض ايه، احول المقام بتاعي من 5 لـ10 بضرب في 2، يبقى البسط كمان يضرب في 2. يبقى كده خلصنا من المجموعة التانية. المجموعة الاخيرة واللي هي المهمة قوي برضو ومحتاجة حفظ كويس، التمن. التمن بيساوي 125/1000، التمن 125/1000، تلات تمن 375/1000، خمس أتمان 625/1000، سبع أتمان 875/1000. نبقى نقولهم تاني، التمن 125/1000، تلات أتمان 375/1000، خمس أتمان 625/1000، سبع أتمان 875/1000. ودي زي ما قلنا مهمين جدا في شغل سنة خمسة وبالذات في شغل التقريب، مهمين جدا معانا، فما ينفعش تخش سنة خمسة من غير ما تحفظهم كويس جدا، طبعا بالإضافة طبعا لجدول الضرب المهم جدا جدا ولازم نحفظه برضو قبل ما نخش في سنة خمسة. عايزك إن شاء الله كده قبل الفيديو الجاي ما نخش في التقريب تكون حافظ لي الكسور دي كويس جدا، عشان هنستخدمها كتير في التقريب، وبالذات التقريب لأقرب وحدة والتقريب لأقرب جزء من 10، والجديد اللي عليك السنة دي التقريب لأقرب جزء من 100 وجزء من 1000. ودلوقتي قبل ما ننهي الفيديو هناخد بعض التمارين على التحويل من الكسر العادي للكسر العشري. يلا شباب دلوقتي مستعدين للتمارين، نبدأ التمارين مع بعض، وعايز الناس بقى تحل معايا واحس ان انا سامعهم كده معايا كده. عندي 5/2، اتفقنا، بص للمقام، المقام في كام؟ 2، عايز اخليه 10، هيبقى ضربت في كام؟ ضربت في 5، يبقى زي ما ضربت المقام في 5 اضرب برضو البسط في 5، يبقى 5 × 5 بكام؟ ب25.
عشان احولها لصورة عشرية بنزل البسط زي ما هو. ابص للمقام، المقام فيه كام؟ 10، يعني العلامة تنزل بعد رقم 1. نعد من اليمين، ادي 1، وبعد نحط الايه العلامة، اصبحت عدد عشري. لما نيجي نرى نقول ايه، نرى صحيح الاول 2.5، 2.5. نخش بعد كده، في عندي 55/50، المقام ده فيه كام؟ 50، ممكن نخليه 10. يبقى عملنا ايه؟ طبعا في شطار قالي احنا قسمنا على كام؟ على 5. يبقى 50/5 اديتنا 10، وقلنا العملية اللي عاملها في المقام عاملها في البسط، زي ما قسمت هنا على 5 قاسم برضو هنا على 5. 55/5 لو انت حافظ جدول 11 هتقول لي على طول فيها 11، لو مش حافظ بنقسم واحدة واحدة. هنقسم اهو 5/5 فيها 1، و5/5 فيها 1، يبقى الناتج اصبح 11/10. زي ما اتفقنا بنزل البسط زي ما هو، واشوف المقام بتاعي في كام؟ في 10، يعني العلامة تنزل بعد رقم 1 اهو. يبقى الحل بتاعي 1.1، 1.1. المسألة اللي بعديها هنا في 50 برضو، يبقى اخلي المقام كام؟ 10. ها قسمنا على كام؟ قسمنا على 5، يبقى يعني نقسم 45/5 فيها الايه؟ 9، يبقى 9/10، يعني 9/10. ناخد تمرين تانية، 3/25، عايز الناس الشطار الـ25 ينفع اخليها 10؟ طبعا لا، مفيش حاجة في 25 تديني 10، ولا حتى الـ25 مفيش حاجة اقسمها عليها تديني 10. احنا حفظنا قبل كده، قلنا الحاجات المهمة لازم احفظها واكررها كذا مرة. عندي 2/5 بتساوي 10، و4/25 بيساوي 100، و8/125 بيساوي ايه؟ 1000. يبقى لما تلاقي المقام عندك 25، يبقى اضرب في كام؟ 25 اضرب في كام؟ في 4. يبقى 25/4 هيديني هنا 100، وزي ما ضربت المقام في 4 اضرب البسط كمان في 4، يبقى 3/4 بكام؟ ب12. يبقى 12/100، يعني 12/100. طب اللي بعد كده 7/125، قلنا 125 اضربها في كام؟ في 8، عشان تبقى كام شطار؟ 1000. يبقى 125 في 8 ب1000، يبقى لما تلاقي في المقام في 125 اضربها في 8 هيديني 1000. قلنا العملية اللي عملها في المقام عملها في البسط، ضربت هنا في 8، يبقى هنا برضو اضرب في 8، يبقى 7/8 بكام؟ ب56. اجي اكتبها بصورة عشرية، اكتب ادي 56/1000، يعني هنا 56/1000. العلامة تنزل بعد كام رقم يا شطار بقى؟ طبعا في كام صفر؟ 3. يبقى العلامة تنزل بعد 3 أرقام. نعد من اليمين، ادي 1، 2، التالت مش موجود احطه مكانه صفر، وبعدين احط العلامة واحط ايه؟ صفر. يبقى 56/100، 56/100. اخر مسألة معايا اهي، 36/30، ممكن اخلي الـ30 دي كام؟ 10. قسمت على كام؟ تمام، قسمنا على 3، يبقى 30/3 فيها 10. قلنا العملية اللي بعملها في الايه؟ في المقام اعملها في البسط، اقسم دي على 3، اقسم الشمال 3/3 فيها 1، و6/3 فيها 2، يبقى اصبح البسط 12 والمقام ايه؟ 10. ممكن احولها لصورة عشرية، هنحط الـ12 البسط اهو زي ما هو. المقام عندي كام؟ 10، يبقى العلامة تنزل بعد رقم 1 اهي، يبقى 1.2. دلوقتي بقى ناخد تمرين ازاي احول من كسر عشري الى كسر عادي. دلوقتي هناخد تمرين نحول من كسر عشري الى كسر عادي. يقول لي حول الى كسر عادي في ابسط صورة، يعني طالب مني احول الكسر. التمرين التاني بيقول لي حول الى كسر عادي في ابسط صورة، يعني هو بيبقى جايب لي كسر عشري وعايز احوله لكسر عادي، بس لازم احطه في ابسط صورة. يعني 8/10 هنحولها لصورة كسر عادي، بعمل شرطة كسر. هنا في 8 قبل العلامة، احط 8 فوق في البسط اهو،
تمانية من عشرة، أنا بعد رقم واحد يعني كان في المقام في كام؟ في عشرة، يبقى تمانية من عشرة يعني تمانية على عشرة، ولازم أحطها في أبسط صورة. إحنا خدنا قبل كده الاختصار في سنة رابعة وهنحتاجه تاني ونشتغل بيه على طول. هنا ما بين البسط والمقام في عامل مشترك، بنلاقي البسط عدد زوجي والمقام عدد زوجي، يعني هما الاتنين يبقى له اسم على اتنين، فأقسم التمانية على الاتنين وأقسم العشرة على اتنين، ده عدد زوجي ده عدد زوجي. تمانية على اتنين فيها الأربعة، وعشرة على اتنين فيها الخمسة. هنا ما بين الأربعة والخمسة مفيش عامل مشترك، يبقى كده بقت الناتج بتاعي في أبسط إيه؟ صورة. يبقى التمانية من عشرة بقت تمانية على عشرة، قسمنا على اتنين عشان أحطها في أبسط صورة. المسألة بعد كده عندي 35 من 100. 35 من 100 يعني أحط 35 فوق والمية تحت، يعني أحط الكاس بتاعي أو العدد بتاعي أحطه فوق، وهنا العلامة بعد الرقمين يعني أحط في المقام في 100. عشان أحطها في أبسط صورة في عامل مشترك، قلنا قبل كده في سنة رابعة قلنا قابلية القسمة على العدد 5، أي عدد يبدأ بصفر أو 5 يبقى الاسم على 5. فتلاقي هنا 35 أولها 5 والمية أولها 0، يعني يبقى له اسم على 5. نقسم على 5، 35 على 5 هيبقى فيها 7، 100 على 5، واحد يقول طب أنا مش حافظ 5 في كام، يدينا 100، نقسم عادي مش شمال واحدة واحدة، أقول كده 10 على 5 هيبقى فيها 2، وصفر على 5 فيها الصفر. يبقى تاني هنقسم من الشمال، أقول 10 على 5 فيها 2، وصفر على 5 فيها إيه؟ الصفر. لو كنتوا فاكرين من السنة اللي فاتت خدنا القسمة وقلنا بقسم من الشمال وبحط فين؟ في الشمال. المسألة اللي بعد كده بيقول لي 24 من 100. ها الشطار بقى يجاوب معايا، يلا ها، يبقى احط فوق كام؟ 24، وتحت احط كام؟ 100. يبقى 24 على 100 يعني 24 على 100، حولنا 24 من 100 الى 24 على 100. في اختصار طبعا واحد هيقول زوجي، طبعا في عامل مشترك ما بينهم، هنا فوق زوجي وهنا زوجي، يبقى ممكن يبقى له اسم على الاثنين. بس في اختصار تاني هيسهل العملية، ان ال 24 دي عبارة عن 4 في 6، يعني بتبقى اسم على 4، والمية برضه بتقبل اسم على 4. وهقول طب انت عرفت منين تبقى اسم على 4؟ هنرجع تاني للحاجة اللي احنا قلناها، مش قلنا ان 25 في 4 يدينا 100؟ يبقى فعلا ان 100 بتقبل القسمة على 4، لو قسمت 100 على 4 يديني كام؟ 25. فهنا على طول ألاقي العامل المشترك ما بينهم الأربعة، يبقى أقسم 100 على 4، وعندي 24 على إيه؟ على 4. 24 على 4 فيها الإيه؟ الستة، والمية على 4 فيها 25. ناخد تمرين تاني. أدي عندي 2.5، أحط العدد بتاعي كله في البسطة أهو، أدي 25 من غير علامة، أشيل العلامة وأحط العدد بتاعي في البسط، يبقى كده 25. هنا العلامة بعد رقم، يبقى أحط تحت كام؟ 10، يبقى 2.5، لما أحطها في صورة كسر عادي بقت 25 على 10. وأشوف الاختصار بتاعي، قلنا دي أولها 0 ودي أولها 5، هيبقى له اسم على 5. 25 على 5 فيها 5، وعشرة على 5 فيها الإيه؟ الاتنين. يبقى أصبحت الناتج 5 على 2. وعايز الشطار بقى 5 على 2 ده كنا بنسميه إيه؟ صورة كسرية، لأن البسط أكبر من إيه؟ من المقام. 28 من 100، يبقى حط هنا 28 وتحت كام؟ 100. ها المية بتقبل على كام؟ على 2 وعلى 4. 28 بتقبل على الأربعة، يبقى هنا هنقسم على 4 وهنا هنقسم برضو على 4، يبقى 28 على 4 فيها 7، والمية على 4 فيها 25. آخر مسألة معانا، عندك 55 من 100 يعني 55 على 100، وهنقسم طبعا على 5، 55 على 5 فيها الإيه؟ 11، والمية على 5 هنقسم الشمال، 20 على 5 فيها 10 على 5 فيها 2، وصفر ينزل، يبقى الناتج 11 على 20.
وبكده نكون انتهينا من درس المراجعة على القصور اللي هو وبكده نكون انتهينا من المراجعة على القصور. فاضلنا إن شاء الله فيديوهين بمشيئة الله تعالى، هنراجع على التقريب في فيديوهين. الفيديو الأولاني تقريب لأقرب 110 ومية وألف، والفيديو التاني عن استخدمه في التقريب لأقرب جزء من 10 وتقريب لأقرب واحد. أتمنى من الله أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو، وأشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.